السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة جاي اقول لكم على فوائد الدين الشوكي. وطبعا كلنا عارفين ان فوائد الدين الشوكي حلوة قوي وكتيرة قوي، وفي ناس كتيرة متجاهلاها يعني ومش عارفينها، يعني في ناس كتيرة مش بتاكله، بس حرام تضيعوا كل الفوائد اللي فيه دي. وهو حلو جدا جدا وطعمه حلو كمان. اول حاجة معانا بيعزز مناعة الجسم والحفاظ على الوزن والوقاية من السرطان وحماية الاسنان من المشاكل والوقاية من التهابات المفاصل والوقاية من مرض النقرس، حماية البشرة من التجاعيد والوقاية من امراض القلب والوقاية من هشاشة العظام، علاج مشاكل الهضم، تحسين صحة العين والرؤية. وكمان التين الشوكي بيحتوي على عنصر النحاس المهم في تكوين الكولاجين الذي يجعل الجلد صحي ويجعل البشرة تتمتع بالحيوية، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف وبيقلل من فرصة ارتفاع سكر الدم بنسبة 25%، وبيحمي الجسم من نزلات البرد في الصيف، وغني بالزنك والحديد، وبيعالج الإمساك، وبيخفف من العطش في الصيف، وبيقوي المناعة، ويعالج تساقط الشعر، ويقلل تصبغات البشرة والهالات السوداء. ما شاء الله عليه، فيه فيتامينات كتيرة جدا. يا رب نهتم بيه ولينا ولأطفالنا، وإن شاء الله أتمنى لكم الصحة والعافية.